السلام عليكم، معكم مدام أسيا بن عبد القادر، مستشارة في مجلس مقاطعة حسان ونائبة رئيسة اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمجلس. هذا اليوم هذا كنحتفلوا كباقي الاحتفالات ديالنا بالمسيرة الخضراء، هذه الذكرى لذيزة على قلوبنا والقريبة من قلوب المغاربة كاملين. احنا كمجلس مقاطعة حسان وبالقيادة ديال السيد الرازي إدريس الرازي رئيس المجلس فكرنا على أننا أول الاحتفالات ديالنا تكون هي عبارة على هذه الندوة هذه القيمة اللي كانت من تسيير ومن تأطير الأستاذ نور الدين بالحداد، أستاذ محاضر في جامعة محمد الخامس. فعلا هذه الندوة كانت إضافة نوعية لنا وللساكنة اللي حضرت باش أنها الحمد لله تأخذ مجموعة المعلومات اللي في الحقيقة هذه المعلومات كان القواغي في الجامعة داخل أسوار الجامعة. للأسف الشديد ما كان مثل هذه المعلومات القيمة اللي زودنا بها الدكتور نور الدين بالحداد، هي معلومات اللي ما كنلقاوهاش إلا في صالونات بحال هذه، والحمد لله هذه بادرة مزيانة بزاف لأننا قربنا الساكنة ديال التراب الجغرافي لمقاطعة حسان من تاريخنا المغربي، تاريخ المجيد، قربناه من مجموعة ديال الأشياء اللي ربما كانت غايبة على الأذهان ديالنا حتى احنا كمثقفين. وكنتمنى على أنهم فعلا الساكنة ديال مقاطعة حسان على أنها تكون فعلا استفدت من هذه الندوة هذه القيمة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور نور الدين بالحداد أستاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس بالرباط، متخصص في تاريخ الصحراء المغربية. اليوم نتواجد بهذا الصرح الثقافي قاعة بحنيني، نخلد من خلالها ذكرى عزيزة مرتبطة بنداء حسن ونداء الوطن، إنها ذكرى المسيرة الخضراء لإحيائها بأمجادها وبعفوانها وبحريتها وبوحدويتها. كنا وما زلنا فخورين بهذا الحدث لأنه يجسد تاريخ الآباء، تاريخ النضال، تاريخ السلاطين العلويين الذين دفعوا بالغالي والنفيس لنعيش أحرارا كراما في كنف عرشهم العلوي المجيد. اليوم نخلد هذه الذكرى، نستشرف من خلالها ما قام به السلطان المغفور الحسن الثاني من جليل الأعمال، إطار وحدوي، إطار وطني، عيد شامل الجميع، عانق فيه أبناء الشمال، أبناء الجنوب. كانت المسيرة الخضراء نبراسا لكل المغاربة بل لكل زعماء دول العالم، راهدوا وشاهدوا بأعينهم كيف يناضل الشعب من أجل حريته ومن أجل استقلاله. المسيرة الخضراء كانت درس في السياسة وفي المواطنة الصادقة، استلهم منهم المغاربة قوتهم وأحياهم فيها عزتهم وكرامتهم. إننا ما زلنا على العهد وعلى القسم المسيرة الخضراء مكافحين منافحين عن قسمها وعن العرش العلوي وعن وحدة الترابية لنعيش أحرارا ولنورث أبناءنا قيم المواطنة والوطنية الصادقة. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.